كيف نحفز الكاتب على الكتابة المفيدة بشكل مستمر؟ بنهاية هذا المؤتمر نتمنى أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هي أسباب الكتابة الهادفة المستمرة؟ كيف نرفع كمية وجودة المحتوى اللي يقدم الكاتب المفيد باستمرار؟ كيف يتم دعم الكاتب؟ وما هي الاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لنشر محتوى متميز على ويكيبيديا؟ كان العالم لويس باستور الفرنسي الأصل مصابا بالشلل النصفي، ومع ذلك ظل يحاول ويجتهد ليقضي على الأمراض ويساعد المرضى إلى أن اكتشف التعقيم، وهكذا أنقذ حياة الملايين من الأطفال عبر العالم. يمكنك بكتابتك أن تساهم في تحسين المجتمع ونقله من الوضع الحالي لوضع أفضل، والكتابة هي سر الاستمرار والتطور. نحن نحقق الانفتاح على العالم عبر ويكيبيديا بتقديم المساهمات الجديدة والهادفة من خلال نشر الوعي بأهمية الكتابة. فلماذا نكتب؟ وما الفائدة من الكتابة؟ أولاً، لتبقى قصتك بعد موتك أثراً طيباً يحكي إنجازاتك. منذ قديم الزمان كان الناس يتواصلون بالرموز والأشكال ويرسمونها على الجدران، ثم تكونت اللغة وبدأت القصة، كل يحكي قصته للآخر، وفي الليل يجتمع الكل ليحكي كبير القوم قصصا أكثر واقعية. وعن قوم لم يعرفهم إلا بالقصص، توارثنا القصة أبا عن جد، ونصف كلامنا قصة، وهي أكثر ما يلمس قلوبنا دون أن نشعر. فاحكي قصتك ليستفيد منها غيرك، وضع فيها خبرتك. فالكتابة تبقى بعد موتك، فقدم علما نافعا ينتفع به من بعدك، وأثرا نافعا للأجيال القادمة. أنت تترك بصمة تقود من أمامك وتفيدهم، فقد زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. أنت تترك أثرا طيبا في نفس من تكلمه، تغرس الأمل فيه بكلماتك، وتعطيه فائدة تغير حياته لبناء مجتمع أفضل. فاكتب لينتصر النور على الظلام، وينتصر الحق ويزهق الباطل. ثانيا، وأنت تقرأ تسافر مع الكاتب لبلاد بعيدة وعالم آخر، وتحس وتشعر به. فاكتب أنت وخذ معك القارئ لشاطئ الأمان والعلم، شاركه فرحتك، شاركه قصتك وشغفك، وانثر بعضا من التفاؤل في قلب من يقرأ. عبر عن ذاتك بهذا السلاح القوي، اكتب من أجلك أنت، دون فكرك لتعيش بعد مماتك. فكتب علماء العالم عاشت لآلاف السنين ولا زالت باقية لآلاف قادمة لتقدم القيمة العالية لنرتقي معا. الكتابة متعبة ومرهقة، فأنت تحتاج لعمل بحث عما ستكتب عنه، ولكنها ممتعة، فإبداعك هو سر تألقك والواقع. بدل أن تفكر لماذا تكتب، فكر لماذا لا تكتب. ما الذي يمنعك؟ واقض عليه فورا. حبك للقراءة والكتابة فطري يجري في دمك، وأنت تحمله بين طياتك منذ ولادتك، كما تحمل روحك بين ضلوعك. اكتب لتعبر عن إحساسك وتصل لأعماق القارئ. كن صادقا وواعيا أن شعورك يصله ويلمس ثناياه. فأوجد الكلمة الدقيقة، وأنت لا تحتاج لتقنيات، معدات أو مواد أولية. كل ما تحتاجه فنجان قهوة، مكان هادئ، وقلم أو كمبيوتر لتكتب. ثالثا، اكتب لتعيش عالمك الخاص بك. وتذكر، مهما كان نوع كتابتك، كن بسيطا وواضحا ومختصرا، فأقصر الطرق هي الخط المستقيم وهي الأفضل. وأنت تكتب، اكتب من أجلك أنت،
وعش عالمك الخاص بك، ولا تقع في فخ الكتابة من أجل المال، فالمال تحصيل حاصل للقيمة العالية التي تقدمها، والكتابة تعطيك إحساسا جميلا بالحرية، تسكن أينما تشاء، تتحدث مع من تشاء، وتترك من تشاء، وتحذف ما لا تريده، مجال واسع من الحرية المطلقة، فاكتب ولا تنسى أن حريتك تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين. كيف نرفع كمية وجودة المحتوى ليقدم الكاتب المفيد باستمرار؟ الكتابة تتضاءل على ويكيبيديا ببساطة شديدة لأنها لا تؤتي ثمارا، فالكاتب الذي يعيش من الكتابة وحدها لن يستطيع الاستمرار إلا في حالات نادرة جدا، كما يحتاج المرء للشعور بأهمية ما يفعله ليستمر، فالتحفيز أمر ضروري، ويحصل ذلك من خلال الدعم المعنوي والمادي، فما لا يعود على المرء بفائدة لا يستمر فيه. يتم الدعم من خلال مؤتمرات تعالج وتحسس أهمية الكتابة، وتسلط الضوء على ما قدمه قبلا، وتجدد الأمل في النفوس. ندوات تحسيسية على مدار العام تبين الدور الهام للقراءة والكتابة، فهما يمشيان معا. تشجيع الصغار منذ نعومة أظافرهم على القراءة بمسابقات وقصص وجوائز تحفيزية. رؤية أثر ونتائج طيبة لكتاباتهم، بحيث يشعرون بالفخر لما قدموه ولما ويقدمون أكثر. الحصول على مقابل مادي لكل كتابة جيدة ومفيدة ومتصدرة وموافقة لكل الشروط الموضوعة. يمكن تحويل المقالات لفيديوهات تجذب انتباه القراء. مع كثرة وسائل الترفيه، الفيديو والتصوير الممتاز، الناس تكاسلت عن القراءة مما يضر بالكتاب، فالناس تحب الفيديو لسهولته، ويمكن تحويل أفضل قصة لرسوم متحركة، فيلم أو وثائقي. يمكن نشر المقالات على وسائل التواصل الاجتماعي بربط الموقع بالفيسبوك والإنستغرام ومساعدة الكاتب على الانتشار. ما هي الاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لنشر محتوى متميز على ويكيبيديا للحفاظ على وتيرة نشر محتوى جيد؟ لابد من وضع شروط وضوابط للحكم على الكتابة وتقييمها وتقييم جودتها من حيث الجديد الذي تحمله، قواعد الكتابة والإبداع الموجود فيها. وضع شروحات عبر فيديوهات للتعريف بالطريقة الصحيحة على الموقع، وإبراز طريقة استعمال الموقع بشكل سلس وسهل. تقديم دورات شاملة تمكين الكاتب من كل القواعد الأساسية للكتابة بشكل احترافي. تجنيد فريق متخصص ومتكامل على الموقع، بحيث يكون مسؤول عن النشر بطريقة احترافية عبر خطة محتوى وخطة زمنية مدروسة، وتجنب النشر العشوائي. موقع ويكيبيديا يستعمل طريقة قديمة غير مواكبة لما هو موجود حاليا على الساحة. المطلوب إضافة ووردبريس للموقع لتسهيل الكتابة عليه، وكذلك يوست وتحديث الموقع بالكامل. المراجعة والتدقيق اللغوي، تتبع المعلومات المقدمة بحيث لا تكون منسوخة فيها أخطاء لغوية أو إملائية أو معلومات خاطئة قبل نشرها. تسهيل كتابة البحوث العلمية والروايات والكتب على شكل PDF وتحويلها وتحميلها بعائد مادي، بحيث بحث داخل ويكيبيديا لمعرفة ما ينقص فيها، ووضع صفحة فيها كل العناوين المطلوبة من الإدارة بما ينقص، والتحفيز بعائد مادي على كل موضوع يتم تناوله. يمكنه خلق مشروعات لها علاقة بالكتابة وتدر دخل وعائد مادي، وتقاسمه الموقع مع الكاتب بنسبة معينة. كما يمكن إجراء مسابقات تشجيعية، تقديم بحوث علمية، ويتم تطبيق هذه البحوث وتحويلها لواقع بدل بأن تبقى على الورق فوق الرفوف. يمكن تقديم منح لمن فاز بأفضل كتاب كتشجيع له وتحفيز لكل من يكتب، أو التعاقد مع شركة ما لتحويله لفيلم أو سلسلة تلفزيونية ليحقق دخلا جيدا. في النهاية، نكون قد عرفنا أهمية الكتابة، وقمنا بتحفيز الكاتب لبناء الأجيال القادمة.
عالم الكتابة عالم واسع، وهو سبب كل التطور والتحسن المستمر في المجتمع. فالعلم ينقل العالم من وضع لوضع أفضل، وكتابتك تزرع الأمل في غيرك وتبقى بعد مماتك وتعطيك متعة كبيرة. ولكن الحاصل أن هناك عزوفا عن الكتابة ظهر مؤخرا، ولمحاربة هذه الظاهرة وتشجيع الكتاب على الكتابة والاستمرار في العطاء، لا بد من تحفيزهم وتقديم حلول للتحديات التي تقابلهم باستمرار، وتسهيل الكتابة عليهم ببرامج مبسطة، كما أن الدعم المادي حافز قوي يضمن لهم العيش بكرامة ويشجعهم على العطاء المستمر وامتهان الكتابة كحرفة احترافية وليس فقط كهواية. وخير ما نختم به قول الله تعالى، وهو أول ما نزل في القرآن كدليل على أهمية القراءة والكتابة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالقراءة والكتابة يمشيان معا جنبا إلى جنب. دمتم في رعاية الله، وشكرا على المتابعة.